البيت هم عندك استعداد ان يشوحونك بالسكه؟ ولا عندك مثلا بلان بي؟ يعني عادي عندك انك تعيشين عند ريلك وهو ام السجانه؟ شلون يعني؟ بياخذون البيت؟ حسبي الله عليك، الله لا يوفقك لا دنيا ولا. انا اقول ساعديني، حطي ايدك بيدي وشوفي لي محامي شاطر يطلعني من هالمصيبه قبل لا يحولوني النيابه. ماكو غيره محامي مهنا، محامي امي هو اللي راح ياخذ لي حقي، عقبها بقبض لك لا. هو ليش ما نمت للحين؟ وكنتي سهرانه لهالوقت؟ ثاني رديك البيت بروح فوق وبحط راسي وانام، وبعدين تعال. انا كلش ما طلبت انك تنطرني، اوكي؟ اظن من واجبك يا زوج اني ادير بالي على بيتي وعلى زوجتي. اصعب شيء تحس فيه انك تنخذل وتكون بوسط صدرك نار ما يطفيها شيء. ظنيت ان الحلو ما يتجوه، الطيب ما يغدر، والوفي ما يخون. الوفي ما يخون. استكثرتك على رياييل الارض كلهم، استكثريني عليك ليش؟ انور انا للحين مصرة على موضوع الطلاق. طلاق؟ لا تحاول تنسيني اياه لاني انا مو قادرة انساه ولا راح انساه يا انور. شوف اذا ما تبي تطلق خلاص خليك، وانا اعطيك الصلاحيه كلها انك انت تسوي اللي انت تبيه وتعيش حياتك. خلاص اعيش حياتك عشان انت تعيشين حياتك مو صح ولا لا؟ حمد انور فجر انور كلكم تبي تعطيني حريتي عشان هي تاخذ راحتها بكل شيء مو هذا اللي تبينه؟ انور قصر ليش تسكتيني؟ قصر حسك استحيتي من اللي قاعد تقولينه؟ استحيتي من اللي قاعد تقولينه؟ انور بس خلاص انور قلبي قدر اتنفس فايزه تعال قاعده فايزه فايزه قاعدة قاعدة خلاص ايش فيك؟ قلبي ينمر قلبي ما اقدر اتنفس ما اقدر اتنفس انور ما اقدر اتنفس زين خلاص ريحي ريحي تقعد اسحب اسحب